متابعي ومشاهدي موقع وجريدة المصرية، العبار النهرية تبحر في نهر النيل بمحافظة سوهاج، وعلى متنها عشرات الركاب والسيارات والمركبات المختلفة من الدراجات النارية والدراجات البخارية والعربات الكارو، بتنقل المواطنين من البر الشرقي للبر الغربي بالمجان بالنسبة للمواطنين وبأجر رمزي بالنسبة للشاحنات والمركبات المختلفة. يعني كمان بعض المواطنين بيستقلها على سبيل الفسحة والتنزه، وبكده تكون أحلى فسحة وأرخص مواصلة في مصر كلها العبارة النهرية. زي ما حضراتكم شايفين، محافظة سوهاج يوجد فيها وبها العديد من العبارات النهرية اللي بتخدم المواطنين بين ضفتي النيل الشرقية والغربية، وتلك العبارات بتبدأ من عبار الضمة شمالا والتي تربط بين مركزي الضمة والبداري، وبعد ذلك عبار الضحضة اللي بنرصدها لحضراتكم في البث المباشر ده تربط بين جزيرة بين قرية الخزندرية غرب وقرية الخزندرية شرق، ثم عبارة المراغة وتربط بين مدينة المراغة غربا وجزيرة الشورانية وسط النيل، ثم عبارة سوهاج وتربط بين مرسى ناصر السياحة وجزيرة قرمان وجزيرة الزهور، وأخيرا عبارة البليانة تربط بين مركز مدينة البليانة غرب النيل ومركز مدينة دار السلام شرق النيل، ومشاهد جميلة ومناظر ولا أروع زي ما شايفين كده قدام حضراتكم. العبارة النهرية ومراكب الصيد وفلايك الصيد على جانبي نهر النيل. اليوم مشاهدي موقع وجريدة المصرية، أشكركم على حسن المتابعة وبالمشاهدة.